الرجاله ايه ماني متعدي باقي الرجال وباقي الجزل شاعر الجزل باقي المشتل هنا اسلمك نبي نرجع له لاحمد اسلم نبي نسمع منك قصيده انا من ابياتي ما يحضرني شيء هالحين لكن في قصيده والله ما ادري من هو شاعرها اسلم يقول احيان بعض الهرج ما ودك يقال قال واحيان بعض الصمت تلقى له قبول كم واحد صامت واذا جاله مجال السالفه لا قالها ودك تطول الناس لا تحكم عليها من خلال اللون ولا الشكل ولا بالوصول مسجد رسول الله الذنب بلال واللي عصى رسولنا عم الرسول الله اكبر الله اكبر بالله عدل قفله مسجد رسول الله الذنب بلال واللي عصى رسولنا عم الرسول الله اكبر الله اكبر التقاطة الشاعر مهمة واهم شيء يا مرحبا ابو عبد الله نبي نسمع صوتك الجميل هذا الشاعر الصوت بس يقول ريت لو يعدي حول ولا يزيد الحول